أفق على المواد الخلافية في مزودة الدستور الليبي. الخلافات ظلت قائمة بشان التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدوة إلى الانتخابات. بصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام بشان ليبيا، أدعو رئاستي المجلسين للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة. وباسم الأمم المتحدة أود أن أغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لتعبير عن شكري الجزيل لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على حسن استضافتهم أثناء جولات المحادثات الثلاثة هنا في القاهرة. وأود أيضا أن أشكر أعضاء المجلسين على جهودهم لحل خلافاتهم بشان عدد من النقاط، ويستحق الشعب الليبي المثل من قيادتهم. وأود أن أشيد بموظفي المجلسين على تفانهم. وستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد، وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية تطلعات ما يقارب 3 مليون ليبي ممن سجلوا للتصويت في الانتخابات. وختاما أود أن أشكر فريق الأمم المتحدة الرائع الذي رافق الليبيين في مساعيهم. شكرا جزيلا.